رفقة والدها، شقت التلميذة دعاء أول خطوتها نحو ابتدائيتها الواقعة بدوار العيون ببلدية تشتا، أين شاءت الأقدار أن يقترن دخولها وزملائها مع وباء خطير ألزم الصغير والكبير بأخذ احتياطات خاصة. عندي زوج ولادي يقراو لهنا في ليكون، نظم مع الصباح بكري مع الفجر، صلوا معايا الفجر، وراهم فرحانين بزاف ما يدخلوا للدراسة ليكون. القناع الواقي، التعقيم وإلزامية التباعد هي تعليمات من الطاقم التربوي لأطفال أدركوا جدية الموضوع رغم سنهم الصغير، أمر لم يمنحهم من فرحة اللقاء التي شاركتهم فيها السلطات الولائية بتوزيعها للوازم المدرسية. احنا رايحين نستقبل 131847 تلميذ، طبعا رايحين يستقبلون حسب خصوصيات كل مدرسة. كنا أسدينا كل التعليمات وتعليمات طبعا صارمة، والأهم فيها هو صحة كل التلاميذ والمؤطرين بقياس درجة حرارة كل تلميذ بمقياس، ثم الدخول باحترام مسافة تباعد بين التلاميذ، ثم عند الدخول إلى القسم قبل الدخول نقوم بتعقيم الأيادي دائما بمراعاة نفسيتهم لأنهم هم أطفال صغار. دخول مدرسي استثنائي غلبت عليه إجراءات البروتوكول الصحي ومهمات صعبة تنتظر الطاقم التربوي، أولها الحفاظ على سلامة التلاميذ وآخرها إعادتهم من عطلة إجبارية دامت أكثر من 7 أشهر.